حاولنا نتعب بكل ما أوتينا بقوة باش نرجع في النتيجة، ولكن للأسف يعني اللاعبين داروا كل ما في جهدهم باش يعدلوا النتيجة. كنتأسفوا للجمهور ديالنا وكنوعدوا بأننا بهاد اللاعبين الشبان إن شاء الله في المرحلة ديال الميركاتو غادي إن شاء الله يكون مستوى ديالهم أحسن باش نحصدوا نتائج. كنعتذروا لهم مرة أخرى لأن اللاعبين الحالة ديالهم الآن في مستودع الملابس ما يمكنش تصورها، كاين اللاعبين اللي باقيين صغار وكيبكيو، فبالتالي الفريق محتاج لكل المكونات ديال الفريق باش يوقف معاه باش يخرج من هذا الوضع اللي هو فيه.